السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم على قناتنا قناة حراء التعليمية، أهلا بكم في درس جديد من مادتنا مادة العلوم. هنستكمل حديثنا يا ولاد في دروس الوحدة الثانية اللي كانت بعنوان الطاقة الضوئية. هناخد مع بعض الدرس الثاني وهو بعنوان العدسات. تعالوا بينا الأول نراجع كده مع بعض وناخد سؤال المراجعة الجزئية، وسؤالنا بيقول أكمل الصورة الحقيقية تكون دائما، برافو عليكم، هتكون مقلوبة. يستخدم طبيب الأسنان مرآة، نفتكر مع بعض كانت مرآة مقعر. تعالوا بينا نشوف موضوع درسنا النهاردة بيتكلم عن إيه. النهاردة يا ولاد هنتكلم على العدسات. العدسات هي أوساط شفافة يستعين كثير من الناس في حياتهم بقطع ضوئية تصنع عادة من الزجاج أو البلاستيك، كما في النظارات الطبية. نظارة احنا بنلبسها يا ولاد بتكون شفافة، التي يستخدمها الكثير من الناس للقراءة أو المشي. إصلاح الساعات، يستخدمها الساعات لرؤية الأجزاء الدقيقة في الساعة عند إصلاحها. زي ما أنت شايف كده الصور موضحة إن العدسات بتكون أوساط شفافة. هنيجي نتكلم عن العدسات. يا ولاد تعريف العدسات، هي وسط شفاف كاسر للضوء يحدوه سطحان كريان. زي ما أنت شايف كده هناخد مع بعض أنواع العدسات. قال لي العدسات نوعين، عدسات محدبة اللي على يمين الشاشة ديت بنسميها عدسة محدبة أو لامة أو مجمعة للضوء، واللي على اليسار ديت العدسة المقعرة أو بنسميها المفرقة أو المشتتة للضوء. بعد كده يا ولاد هنتكلم على العدسة المحدبة أو اللامة. هي قطعة ضوئية شفافة سميكة زي ما انت شايف كده في الصورة، من عند المنتصف سميكة عند المنتصف ورقيقة عند الطرفين. العدسة بقى المقعرة أو المفرقة هي قطعة ضوئية شفافة رقيقة عند المنتصف وسميكة عند طرفيها، والصور طبعا موضحة التعريف. تعالوا بينا ولاد ناخد بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالعدسات. أول مفهوم عندنا مفهوم مركز تكور وجه العدسة اللي هو ميم. طبعا زي ما انت شايف في الرسمة بتاعتك، هنقول مركز تكور وجه العدسة هو مركز الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزء منها. طبعا لازم ناخد بالنا من ملاحظة مهمة جدا، زي ما انت شايف بما ان العدسة وجهان فلكل وجه مركز تكور، وبيجي للسؤال لكل عدسة مركزي تكور علل. طبعا الإجابة لأن لها سطحان كريان زي ما انت شايف عندك الرسمة، سواء كانت العدسة محدبة أو كانت مقعرة. عندي مفهوم آخر يا ولاد اللي هو نصف قطر تكور وجه العدسة اللي بنرمز له بالرمز نق، وهقول هو نصف قطر الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءا منها. بعد كده يا ولاد هنتكلم على المحور الأصلي للعدسة. هقول كده زي ما انت شايف كده، هو المستقيم المار بمركزي تكور وجهي العدسة. هو المستقيم المار بمركزي تكور وجهي العدسة. بعد كده يا ولاد هنتكلم على المركز البصري للعدسة. زي ما انت شايف برضو في الصورة، هو نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها وفي منتصف المسافة بين وجهيها. وفي منتصف المسافة بين وجهيها. ليه بنقول وهمية؟ لأن أنا لو مسكت العدسة في الحقيقة مش هلاقي إن في نقطة اسمها المركز البصري، بس هي نقطة وهمية بيتخيلها العلماء لأن هي تقع ما بين مركزي تكور وجهي العدسة. نكمل كلامنا ولاد على المفاهيم الأساسية. أنا عندي مفهوم بيسمى البؤرة الأصلية للعدسة اللي أنا برمز له بالرمز ب، زي ما موضح عندكم في العدسة المقعرة وكمان العدسة المحدبة. لو حبيت أولاد أعرف البؤرة الأصلية هقول هي نقطة تجمع أو تلاقي الأشعة الضوئية المنكسرة في حالة العدسة المحدبة. زي ما أنت شايف الأشعة ساقطة في على وجه من أوجه العدسة وانكسرت واتجمعت في الإيه، في نقطة اللي هي سميناها البؤرة الأصلية. أو في حالة العدسة المقعرة هقول امتداداتها. طب ليه هنا قلت امتداداتها؟ لأن العدسة المقعرة بنقول عليها عدسة مفرقة للضوء. زي ما انت شايف الأشعة الضوئية ساقطة هي على اليمين أو على السطح أو الوجه الأيمن بتاع العدسة، زي ما انت شايف حصل لها تشتت أو تفرق الناحية التانية. طب لما جينا نجمع بقى الامتدادات بتاعة الأشعة المنكسرة ديت ادتني النقطة ب، يبقى عشان كده بعرف البؤرة الأصلية للعدسة بقول هي نقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة أو امتداداتها، وتنشأ طبعا من سقوط الأشعة المتوازية والموازية للمحور الأصلي للعدسة. بعد كده يا ولاد هنتكلم على البعد البؤري للعدسة. المكان اللي بتتجمع فيه الأشعة عند البؤرة، المسافة ما بينه وبين المركز البصري بيسمى مين؟ البعد البؤري للعدسة. هي المسافة بين البؤرة الأصلية للعدسة ومركز
ومركزها البصري ص، زي ما انت شايف كده في الرسمه. في هنا هو يا مستر انا بتكلم على ب، وبتكلم على النقطه اللي هي في النص اللي هي ميم ديت، هي المسافه دي بتسمى مين؟ البعد البؤري. برضو في الرسمه الثانيه ب، المسافه ما بين ب وميم تعتبر هنا مستر مين؟ البعد البؤري. طبعا البعد البؤري يرمز ليه بالرمز عين. تعالوا بينا اولاد ناخد بعض الملاحظات على العدسات. بيقول لي انا عندي العدسه المحدبه السميكه بيكون بعدها البؤري صغير، طب ليه؟ هقول لزياده تحدب وجهي العدسه، بالتالي هتكون البؤره بتاعتها قريبه من مركزها البصري. طب انا عندي معلومه تانية بقى بتتكلم عن العدسه المحدبه برضو ولكن الرقيقه، قال لي العدسه المحدبه الرقيقه بيكون بعدها البؤري كبير، ليه برضو؟ طبعا هنا لما يكون البعد العدسه المحدبه رقيقه يبقى حاصل ايه في التحدب بتاع وجهي العدسه؟ هيكون نقص في تحدب وجهي العدسه، وبالتالي النقص دوت هينتج عنه ان البؤره هتكون بعيده. اخد بالي من المعلومتين دولت. نستكمل ونعمل مقارنة بقى ما بين العدسة المحدبة الرقيقة والعدسة المحدبة السميكة، وهنقول في الحالة ديت ان البعد البؤري للعدسة المحدبة السميكة اقل من البعد البؤري للعدسة المحدبة الرقيقة. طب الاجابة ليه؟ هنقول لان بؤرة العدسة المحدبة السميكة بتكون اقرب الى مركزها البصري على عكس العدسة المحدبة الرقيقة، وزي ما شفنا مع بعض في الشريحة اللي فاتت. بعد كده يا ولاد هنتكلم على مسار الأشعة الضوئية الساقطة على سطح عدسة محدبة. خلي بالك، أول حاجة مسار الشعاع الضوئي الساقط، لو الشعاع الضوئي الساقط كان مارا بالمركز البصري للعدسة يعني هيعدي بصوت، هنقول إيه اللي هيحصل له؟ بص كده على الشمال، ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار زي ما موضح في الرسمة. طب افرض إن الشعاع الضوئي كان موازيا للمحور الأصلي زي ما أنت شايف في الرسمة كده، أدي المحور الأصلي صح، في شعاع موازي ليه اللي هو الشعاع الساقط، هقول كده ينفذ منكسرا مارا بالبؤرة الأصلية ب. طب افرض كان الشعاع الضوئي ساقط مارا بالبؤره زي ما انت شايف كده في الصوره، الشعاع الساقط مارا بالبؤره ينفذ منكسرا موازي للمحور الاصلي. تعالوا بينا يا اولاد نشوف خواص الصور المتكونه بالعدسه المحدبه. انا عندي هنا مجموعه من الحالات، في كل حاله هنوضح فيها موضع الجسم بالنسبه للعدسه، وعندي الشكل التخطيطي لمسار الاشعه، وبعدين موضع الصوره بالنسبه للعدسه، وكمان خواصها. تعالوا بينا ناخد اول موضع. لو الجسم بعيد جدا في الحالة ديت انا بقول ان الاشعة الساقطة بتكون متوازية وموازية للمحور الاصلي، زي ما انت شايف كده في الشكل التخطيطي الاشعة الساقطة موازية متوازية وموازية للمحور الاصلي، كلها حصل لها انكسار واتجمعت في نقطة واحدة اللي هي كنا بنسميها البؤرة، ودي يا ولاد موضع الصورة. طيب في الحالة ديت انا هقول موضع الصورة فين؟ هقول الصورة على بعد يساوي البعد البؤري عند ب. طبعا خواص الصورة طبعا حقيقية لانها ناتجة من تلاقي الاشعة المنكسرة نفسها، واتكونت هي وهقدر كمان استقبلها على حائل، ولكنها مصغرة جدا وهنا على هيئة نقطة، يبقى انا مش هقدر اكتب الخواص بتاعتها، هكتفي بس ان انا اقول انها حقيقية مصغرة جدا على هيئة نقطة. تعالوا بينا الجسم يبتدي يقرب شوية، هيبتدي يقرب لغاية فين؟ الجسم هيكون على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، يعني ابعد من ميم زي ما انت شايف كده في الحالة التانية. طيب بص كده كل جسم هيخرج منه شعاعين، اول واحد هيكون موازي للمحور الاصلي زي ما انت شايف هينفذ منكسرا مارا بالبؤرة، والتاني يا ولاد هيكون مار بالمركز البصري اللي هو ينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. زي ما انت شايف الاشعة المنكسرة اتجمعت في نقطة، النقطة ديت هبتدي من عندها ارسم الايه؟ الرأس بتاع السهم بتاع الجسم. طب تعالوا بينا كده نشوف الجسم اتكون فين؟ زي ما انت شايف الجسم اتكون بين ب وايه وميم، يعني بين البؤرة الاصلية والمركز التكور. هقول في الحالة ديت ان الجسم او الصورة اتكونت على بعد اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري او بين ب وميم. طب خواص الصورة، طبعا دي صورة حقيقية زي ما انت شايف مقلوبة وكمان مصغر. نشوف الحالة الثالثة يا ولاد، الجسم هيبتدي يقرب، وفي الحالة ديت هيكون على بعد يساوي ضعف البعد البؤري يعني عند ميم، هيسقط برضو نفس الشعاعين اللي احنا اتفقنا عليهم، والشعاعين دولت هينفذوا منكسرين وهيتجمعوا في نقطة. طب وفي الحالة ديت اتجمعوا فين؟ زي ما انت شايف كده الصورة كانت على بعد يساوي ضعف البعد البؤري يعني عند ميم، ودي الحالة يا ولاد اللي بنقول ان الجسم والصورة الاتنين بيكونوا على نفس البعد من العدسة. خواص الصورة هنا يا ولاد حقيقية مقلوبة ومساوية للجسم. بعد كده يا ولاد الحالة رقم 4،
ان الجسم يكون على بعد اكبر من البعد البؤري يعني اكبر من ب، واقل من ده في البعد البؤري اللي هو مين؟ ميم، يعني ما بين ب وميم. زي ما انت شايف كده في الصوره شعاعين، واحد بينكسر مره بالبؤره والاخر ينفذ دون ان يعاني اي انكسار لانه يمر بالمركز البصري. طب الصوره هتبقى عامله ازاي؟ الصوره على بعد اكبر من ده في البعد البؤري ميم، يعني بعد ميم بس من وجه مين؟ الاخر. طيب الصوره مالها هنا؟ حقيقيه مقلوبه ومكبره، حقيقيه مقلوبه ومكبره. طيب الحالة رقم 5 ان الجسم نفسه يكون عند البؤرة ب، زي ما انت شايف كده في الصورة عند البؤرة ب. هنا بقى يا ولاد لا تتكون صورة للجسم. طيب ليه؟ مستر انا ملاحظ في الرسمة ان الشعاعين لما جم ينفذوا بعد عملية الانكسار، واحد انكسر والاخر لم ينكسر، الاتنين طالعين متوازيين. هنا بقى مش هتتكون صورة لانهم لن يتلاقى في نقطة. هقول كده، لان الاشعة الضوئية تنفذ من العدسة متوازية الى ما لا نهاية ولا تتلاقى في نقطة، وبالتالي مفيش هنا صورة، وبالتالي مش هيكون في عندي خواص للصورة. الحالة رقم 6 ان يكون الجسم على بعد بقى مش عند ب، لا على بعد اقل من ب، يعني اقرب الى الوجه او اقرب الى العدسة من مين؟ من ب. هنا هقول الجسم على بعد اقل من البعد البؤري قبل ب، زي ما انت شايف كده رسمة، في شعاع هيسقط ينكسر مرة بالبؤرة والاخر ينفذ دون ان يعاني اي انكسار لانه يمر بالمركز البصري. هعمل لهم امتدادات، زي ما انت شايف كده النقط المقطعة ديت كده، دي اسمها مين؟ امتدادات. طيب انا شايف ان الصورة لونها اصفر زي مستر اللي هي زي ما بتوضح في الرسم. هنا ايه اللي حصل؟ طلعت الصورة على بعد اكبر من موضع الجسم بالنسبة للعدسة بس في نفس اتجاهه. انا ملاحظ ان الصورة اللي لونها اصفر والجسم لونه ازرق الاتنين في اتجاه واحد، بس انا ملاحظ هنا مستر ان الصورة تقديرية عشان متكونة جوه العدسة معتدلة، ان رأسها من الاعلى ومكبرة اكبر من مين؟ من الجسم. تعالوا بينا نشوف يا ولاد موضع وخواص الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعر. زي ما شفت احنا كان عندنا حالات كتيرة لموضع الجسم وبالتالي موضع الصورة بالنسبة للعدسة المحدب، اما العدسة المقعرة فانا عندي حالة واحدة بس. ليه؟ لاني قال لي مهما اختلف موضع الجسم بالنسبة للعدسة هيكون موضع الصورة هو واحد. يعني بيقول لي في موضع الجسم حط الجسم قدام العدسة عند اي موضع في اي مكان مش هتفرق معايا، زي ما انت شايف كده الصورة اللي هي او الجسم عندي باللون الازرق التقيل، خرج مني هو سهمين، سهم موازي للمحور الاصلي. طبعا هنا هيحصل ايه؟ هو هينفذ ماله منكسرا، ولكن امتداده اللي هيمر بالبؤر، خد بالك كده امتداده النقط اللي ايه المنقطة، لان طبعا الاشعة المنكسرة دي هتبقى ايه متفرقة، امتداده هو اللي هيمر بالبؤره. والشعاع الثاني زي ما انت شايف مار بالمركز البصري اللي هو هينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. زي ما انت شايف امتداد الشعاع الاول والشعاع الثاني اتقابلوا فين؟ في نقطه، وكون لي الجسم الصغير دوت اللي موجود باللون اللبني الصغير اللي موجود برضو امام العدسه وفي نفس جهه الايه الجسم. ولكن هنا في الحاله ديت الصوره زي ما انت شايفها صوره بتكون معتدله مصغره. هقول هنا موضع الصورة هتكون الصورة أقرب من موضع الجسم بالنسبة للعدسة وفي نفس جهته، زي ما انت شايف الجسم بتاعي اللي هو الأزرق التقيل دوت اللي موجود على الشمال أو على اليمين واللي قدامه دي الصورة. طب خواص الصورة زي ما قلنا تقديرية معتدلة كمان مصغرة. بعد كده يا ولاد هنتكلم على سؤال المتفوقين بتاعنا النهاردة. بيقول ايه السؤال؟ أكمل العبارة الآتية، أكمل العبارة الآتية. النسبة بين طول الجسم إلى طول صورته، النسبة بين طول الجسم إلى طول صورته المتكونة بالعدسة المقعرة تكون نقط الواحد الصحيح. يبقى تاني، النسبة بين طول الجسم إلى طول صورته المتكونة بالعدسة المقعرة تكون نقط إيه بالنسبة لواحد صحيح؟ هل بتساوي لواحد صحيح؟ أكبر من واحد صحيح ولا أقل من واحد صحيح؟ حاول تفكر وابعت لنا الإجابة. طيب تعالوا بينا أولاد نستكمل حديثنا على بقى استخدامات العدسات. طبعا يا اولاد انا بستخدم العدسات في تصميم بعض الاجهزه البصريه، مثل اول حاجه التلسكوبات، وانا بستخدم التلسكوب يا اولاد في دراسه الاجرام السماويه لانها بتكون لي صور مقربه زي ما الصوره عندنا كده بتوضح. تمام. طيب تعالوا بينا نشوف تاني حاجه بستخدمها في الميكروسكوبات، والميكروسكوب ده يا ولاد زي ما انت شايف انا بستخدمه في ايه؟ قال لي انا بستخدمه في فحص الاشياء الدقيقه التي يصعب رؤيتها بالعين المجرده لانه بيعمل على تكبير الايه الصوره. وعندي كمان يا ولاد المناظير، والمناظير ديت اللي انا بستخدمها في متابعه الايه المعارك في الحروب زي ما انت شايف في الصوره اللي عندك.
كمان يا اولاد من ضمن استخدامات العدسات طبعا والاستخدام الاشهر اللي هو في صناعه النظارات الطبيه المستخدمه في تصحيح عيوب الابصار وشويه كده، وكمان هندرس بالتفصيل انواع العدسات دي. زي ما انت شايف كده ادي النظارات الطبيه وانا بستخدم فيها طبعا العدسات سواء كانت المقعره او المحدبه. بعد كده يا اولاد هنلاحظ بعض الملحوظات. لاحظ ان عيوب الابصار، الشخص العادي سليم العينين يرى الاجسام بوضوح في مدى يتراوح ما بين 25 سنتي الى 6 امتار. يعني اول ما ابتدي اقيس نظر حد في اقرب مسافه ما ينفعش اقل من 25 سنتي لغايه 6 متر، وعندما يختل وضوح الرؤيه في هذا المدى يكون هناك عيبا في الابصار. طيب اسباب عيوب الابصار ايه يا اولاد؟ زي ما انت شايف كده العين فيها قرنية وفيها شبكية، لازم الصورة بتاعتنا تتكون على الشبكية عشان الشخص يكون عينه سليمة ويرى برؤية سليمة، لازم تتكون الصورة على مين؟ على الشبكية. طيب ايه بقى عيوب الابصار ممكن تيجي منين؟ قالك عيوب الابصار عدم انتظام كروية العين، يعني الكرة بتاعت العين ما تكونش منتظمة. طيب ده بيخلي ايه؟ بيخلي الصورة ما تتكونش على الشبكية. تاني حاجة عدم انتظام تحدب سطحي عدسة العين. زي ما انت شايف كده العدسة اللي هي الجزء اللي قدام دوت زي ما بيشير اليه السهم كده، دي العدسة. ممكن يكون سطح العدسة نفسه في عدم انتظام، ده بيؤدي إلى عيوب الإبصار. لو حبينا أولاد نشوف مع بعض عيوب الإبصار هنعرف إن إحنا عندنا من عيوب الإبصار قصر النظر وطول النظر. لو حبينا كده نستخدم مقارنة ما بين عيوب الإبصار هنقول قصر النظر هو عيب بصري يؤدي إلى رؤية الأجسام القريبة بوضوح والبعيدة مشوهة أو بتكون غير واضحة. زي ما أنت شايف في الرسمة اللي عندك كده اللي بيحصل طبعا إن أسباب العيب دوت إن بيحصل زيادة في قطر كرة العين وبالتالي هتكون الشبكية بعيدة عن عدسة العين، تمام؟ طيب واللي بيحصل زي ما انت شايف هو الجسم لما يتكون امام الشبكية هتقدر تشوفه؟ لا، ده بيؤدي الى ان انا بشوف الاجسام القريبة بوضوح ولكن الاجسام البعيدة بتكون مالها مشوهة. وكمان اولاد عندي زيادة في تحدب سطحي عدسة العين وبالتالي بيكون بعدها البؤري صغير زي ما انت شايف. اما العيب التاني اللي هو طول النظر ده عبارة عن عيب بصري يؤدي إلى رؤية الأجسام البعيدة بوضوح ولكن القريبة مشوهة بتكون غير واضحة. طب وأسبابه؟ زي ما انت شايف كده أنا عندي نقص في قطر كرة العين، ده بيؤدي إلى أن الشبكية بتكون قريبة من عدسة العين، وكمان عندي نقص في تحدب سطحي عدسة العين وبالتالي بيكون بعدها البؤري كبير. طبعا احنا في النص كده عاملين مقارنة ما بين قصر النظر وطول النظر والنظر العادي اللي هو الرؤية العادية. طبعا المفروض أولاد الجسم لما بيقف قدام العدسة بتتكون له صورة عند الشبكية وبتكون صورة مقلوبة ومصغرة، بتتنقل الصورة من الشبكية للعصب البصري اللي بيوديها للمخ بيبتدي يحولها لي الى صورة معتدلة وكمان في حجمها وطولها الطبيعي. طبعا لما بيحصل خلل بقى والصورة ما تتكونش على الشبكية، يعني لو اتكونت امام الشبكية او خلف الشبكية يبقى مش هيحصل نقلها للعصب البصري وبالتالي مش هيحصل المعالجة اللي احنا بنقول عليها، وده اللي هيؤدي الى عيب من عيوب الابصار سواء قصر النظر او طول النظر. بعد كده يا ولاد هنتكلم على قصر النظر وطول النظر من النتائج التي تؤديها وكيفية العلاج. طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت في قصر النظر في زيادة في قطر كرة العين وفي طول النظر في نقص في قطر كرة العين. طيب الزيادة دي هتؤدي الى ايه؟ قالك مما يؤدي الى تجمع الاشعة الصادرة من الجسم البعيد في نقطة امام الشبكية زي ما كنا شايفينها في الصورة، ثم تتفرق مكونة صورة غير واضحة. طيب ازاي اعالج الموضوع دوت؟ تصحيح عيب الابصار اللي هو كسر النظر باستخدام نظارات طبيه ذات عدسات مقعره زي ما انت شايف كده في الصوره قدام العين، هلبس عدسه مقعره او نظاره فيها عدسه مقعره لتفرق الاشعه قبل دخولها الى العين لكي تكون الصوره واضحه للجسم على الشبكيه. يبقى يجي يقول لك في الامتحان كيف يمكنك تصحيح كسر النظر؟ هقول له كده باستخدام نظارات طبيه ذات عدسات مقعره. طب علل اخر مره لتفرق الاشعه قبل دخولها الى العين لكي تكون الصوره او لكي تكون الصوره واضحه للجسم على الشبكيه. طيب طول النظر بقى احنا قلنا في هناك يا مستر نقص في قطر كرة العين، في نقص في قطر كرة العين ده يؤدي الى تجمع الاشعة الصادرة من الجسم القري في نقطة خلف الشبكية مكونة صورة غير واضحة، يعني الصورة مش بتتكون على الشبكية بتبقى خلف الشبكية. طيب ازاي اصحح طول النظر؟ هقول كده باستخدام
نظارات طبية ذات عدسات محدبة. هستخدم نظارة طبية ذات عدسة محدبة عكس بقى المرة اللي فاتت كانت عدسة مقعرة. طب ليه؟ لتجمع الأشعة قبل دخولها إلى العين لكي تكون صورة واضحة، أو لكي تكون صورة واضحة للجسم على الشبكية. تعالوا بينا يا أولاد نلاحظ بعض الأشياء. أول ملاحظة عندي هنتكلم عليها اللي هي العدسات اللاصقة. طب يا ايه قصة العدسات اللاصقة ديت؟ قال لي دي عدسات عبارة عن عدسة رقيقة جدا بتكون من البلاستيك الشفاف، بتوضع مباشرة على قرنية العين لتصحيح عيوب الابصار. يعني ديت اللي مش عايز يلبس نظارة طبية زي ما احنا شفنا في الحلقة او في السلايد اللي فات، ممكن يستخدم العدسة اللاصقة. تمام. وعلى فكرة العدسة اللاصقة ديت بيتم وضعها على قرنية العين مباشرة، تمام، ويمكن نزعها بسهولة، عشان كده بنسميها العدسات اللاصقة. وطبعا ديت وسيلة لإيه؟ تصحيح عيوب الإبصار. زي ما انت شايف انا بستخدم اهوت العدسات اللاصقة كوسيلة حديثة طبعا لتصحيح عيوب الإبصار بدلا من النظارات الطبية، ويتم وضعها مباشرة على قرنية العين، وطبعا ويمكن نزعها بسهولة. الملاحظة التانية معانا يا ولاد، عندنا حاجة اسمها مرض المياه البيضاء أو الكاتاركت، أو ساعات بيطلق عليه اعتام عدسة العين. إيه اللي حصل أو إيه اللي بيحصل هنا؟ هو مرض يصيب العين ويسبب صعوبة في الرؤية نتيجة اعتام عدسة عين. ربنا عز وجل بيخلقنا بعدسة عين شفافة جدا، لكن في بعض الأسباب تؤدي إلى العدسة دي مع مرور الوقت بتعتم، يعني مش بتخلي الضوء يعدي من خلالها، فيؤدي إلى مرض المياه البيضاء. طيب هنكمل كده نشوف إيه هو أسباب مرض الكاتاركت أو مرض المياه البيضاء. اول حاجه الاستعداد الوراثي، ده ممكن يكون موجود في بعض العائلات والاسر ان بيورثوا المرض من بعض. بعد حاجه تاني حاجه يا اولاد كبر السن. ثالث حاجه الاصابه ببعض الامراض. رابع حاجه التاثيرات الجانبيه للعقاقير. هنا ممكن يجي لك سؤال لك ايه؟ اذكر اسباب مرض الكاتاركت. هتقول له كده الاستعداد الوراثي، كبر السن، الاصابه ببعض الامراض، والتاثيرات الجانبيه للعقاقير. بعد ما عرفنا ولاد اسباب مرض الكاتاركت، هنشوف مع بعض ازاي نعالج المرض دوت. طبعا علاج مرض الكاتاركت دوت بالتدخل الجراحي، حيث يتم استبدال عدسه العين بعدسه بلاستيكيه تزرع في العين على الدوام، وبعدها يمكن الرؤيه مره اخرى وبدرجه عاليه من الوضوح. ودي بتكون من ضمن العمليات السهله اللي بيقوموا بها الاطباء كعلاج لمرض الكاتاركت. بعد كده يا اولاد معانا سؤال المتفوقين بتاعنا، بيقول ايه السؤال؟ نبص كده مع بعض. اكمل العباره الاتيه: يبلغ نصف قطر العين في العين السليمه، في العين السليمه، خلي بالك، يبلغ نصف كره العين في العين السليمه نقط. حاول تجيب الاجابه وابعتها لنا ان شاء الله على قناه حراء التعليميه. اتمنى لكم مشاهده طيبه على قناتنا قناه حراء التعليميه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد لمادتنا ماده العلوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.